السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضراتكم معايا في فيديو جديد على قناة مامة عليا. برحب بيكم ووحشتوني كتير 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 جدا والله العظيم، فعلا مفتقداكم ومفتقد ان انا اقدم لكم فيديوهات جديدة. وان شاء الله النهاردة هنتكلم عن النبات الجميل الطيوب الحلو الحمول ده جدا، نبات الريو. ايوان اسمه نبات الريو، نبات جميل جدا، ينفع نبات ظل وينفع نبات في الشمس، لونه بيكون اخضر او بنفسجي زي ما انتم شايفين. وقبل ما اقول لكم هنعمل ايه معاه النهارده، ما تنسيش تدعميني بلايك وسبسكرايب للقناه، كنت شاكره جدا، دعمك بيفرحني وبيسعدني جدا وبيخليني اقدم فيديوهات اكتر تكون مفيده. نبات الريو انا النهارده عايزه انقله من القصيص ده، لان هو كان جاي بميله كده، وهبدا ان انا استنى لما التربه تجف تماما او تنشف خالص، وهبدا اخرجه من القصيص وهفركه بالراحه كده وابدا انقله. بس خلوني الاول اديكم شويه معلومات عن نبات الريو عشان تحبوا تزرعوه زي ما انا زرعته كده، وتعلمت ان انا ارعيه الاول، وبدات ان انا يعني احب قوي مجال الزراعه كمنظر جميل جدا في البيت، وان هو حاجه جميله جدا وحاجه مريحه نفسيا. طبعا نبات الريو بنات من العصريات الورقيه يعني، وسريع نموه جدا يعني، الحمد لله بيتكاثر كمان بالعقل، تقدري تاخدي العقلة اللي بتطلع جنبه وتحطيها في قصيص تاني، او يبقى في نفس القصيص زي ما انت عايزة. طبعا الوانه بتبقى اللون الاخضر والبنفسجي ده بيكون من تحت، وده كمان على حسب لون، على حسب ما بيكون في الشمس. اذا كان متواجد في الشمس فالشمس هتديك لون البنفسجي ده جدا، ولكن الشمس خدي بالك بتكون حارقة قوي للورق، لان ورقه سهل الكسر، فلازم يكون في امان يعني، لازم حتى وانت حطاه في البيت او في المطبخ، او في المطبخ لو في نور قوي، او على سور البلكونة، او في البلكونة على الارض مثلا، او في اي مكان، لازم تاخدي بالك ان هو ما يتخبطش، الورق عايز معاملة خاصة، ولكن مع الوقت هتتعلمي ازاي. طبعا هو كان بالمنظر ده معوج كده، فطبعا هو كان محتاج ان هو الفه كل شويه للشمس، لان ورقه الريو طالما هي مفتوحه كده شكل الورده يبقى هي محتاجه شمس ونور، فانا كان لازم ان انا اخليها تلف كويس او اعدلها عشان تطلع بشكل كويس، من تفضل في القصيص وتديني الشكل الحلو والجمالي اللي انا عايزاه. نبات الريو مش محتاج تسميد خالص، يعني ان انا اسمده باي حاجه او كده، يمكن لما اخد منه عقل ممكن مره كل شهر كده اديله سماد، وممكن السماد ده بقى ميه سلق بيض بدون ملح اروي بيها. الناس اللي بتستخدم سماد NPK طبعا ده موضوع تاني، خلينا احنا دلوقتي بنتعلم حاجه في البيت، لان سماد NPK ده محتاج بيبقى معلقه صغيره للنباتات كلها كل 15 يوم او كل شهر على الاقل، والنباتات معينه. لكن احنا هنا نبات الريو يعني ممكن ما يحتاجش تسميد منك خالص الا لو العقله اشتغلت، وده غالبا بيكون مره كل شهر او شهر ونص على حسب. الورقه لو حسيت ان هي طافيه ومطربه او مش بتلمع منك، تقدري تلمعيها بنقطه يعني حبه ميه ونقطه لبن كده على الميه، وقطنه او قماشه قطنيه، وتبداي تمسحي الورق هيبدا يلمع معاكي جدا. وكل فتره طبعا تحاولي تلفي القصيص عشان يديكي الشكل الجمالي والشكل المظبوط، ما يطلعش يكون معوج ولا حاجه. طبعا اي نبات من العصريات سهل قوي جدا انك ترعيه في البلكونه، ان انت تهتمي بيه، غير اي نباتات اللي محتاجه شمس معينه. ولو انا بلكونتي لا، النبات الريو اقدر ازرعه واقدر اخد منه عقل واقدر استفيد بالجماليات بتاعته. كمان هو يعني الورقه بصوا شكلها المفروض دي، طالما هي الورقه مفروده كده فهي عايزه شمس، طبعا هي عندي اتعودت على الشمس كتير، لكن الايام دي بخاف قوي ان الشمس تحرقها، لان الغردقه طبعا حر قوي والشمس قاتله جدا حارقه، فبحاول احطه في شمس هاديه، شمس مغربله جميله. يا رب تكونوا استفدتوا النهارده ويكون الفيديو عجبكم، بتمنى ان انتوا تدعموني بلايك وسبسكرايب للقناه. تحياتي ليكم، قناه مامة عليا، في رعايه الله.